من جديد برحب بيك زميلي العزيز محمد توفيق وضيوفك الكرام في الاستوديو وجميع مشاهدي قناه النادي الاهلي. معانا دلوقتي ابطال النادي الاهلي اصحاب اللقب الافريقي للكره الطائره، وبنبدا معانا محمد عادل نجم الفريق. محمد، الف مبروك الفوز، بطوله كبيره، واعتقد كنتوا عند حسن ظن جماهير النادي الاهلي بيكم واديتوا بطوله كبيره وردتوا باللقب. الحمد لله. احنا بعد ما طلعنا من هنا بعد خساره دوري وكاس ما قدمناش غير افريقيا، رحنا لعبنا الترجي في بلده وفي ارضه، فالحمد لله قدرنا نفوز عليهم في وسط جمهورهم في وسط ارضهم المره الثالثه على التوالي. فالحمد لله احب ابارك للعيبه الرجاله دي ومجلس الاداره اللي دعمنا بشكل قوي وكابتن خالد العوضي، مش عايز انسى حد. فالحمد لله قدرنا نفوز بالبطوله الحمد لله، والبطوله بقى دي لجماهير النادي الاهلي اللي شجعوا الفرقه بجد، اللي مش هتموش في النادي ومجلس اداره النادي الاهلي. فالحمد لله، الحمد لله على البطوله الغاليه دي. جمهور النادي الاهلي بقى اللي دعمكم وكان في ظهر الفرقه، اكيد كان وصلكم الدعم وانتوا في تونس هناك. طبعا جمهور النادي الاهلي كان مدعمنا لحظه بلحظه، ما كانش سايبنا. فاحنا ده كان يعني احنا من قبل ما نطلع من تونس وبعد ما كابتن محمود الخطيب اجتمع بينا وحفزنا بعد الفطار اللي احنا فطرناه في رمضان، حفزنا وقال لنا لازم نروح ناخد البطوله ونرجع بالبطوله. فالحمد لله الحافز بتاعه كان حافز ايجابي جدا، والحمد لله كنا مركزين بشكل قوي وكنا مستعدين بشكل قوي جدا، مركزين في التعليمات الفنيه وكل حاجه، بندير المباراه بشكل كويس والحمد لله. فالحمد لله لكل مجتهد نصيب، وربنا كرمنا السنه دي ببطوله افريقيه، بطوله غاليه طبعا. احنا بنلعب منتخب تونس، ما بنلعبش الترجي التونسي. الترجي التونسي ده عباره عن منتخب تونس وهو بقاله بتاع من 6 سنين يعني بياخد بطوله افريقيه. فالحمد لله النادي الاهلي يعتبر كسب منتخب تونس، ما كسبش الترجي التونسي. فالحمد لله بحب اشكر جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. شكرا محمد، ونتمنى لكم التوفيق ودايما في بطولات وانتصارات باذن الله. يا رب ان شاء الله. شكرا.